ينضم إلينا من إسطنبول العقيد ركن حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسان. مرحبا بك سيادة العقيد الركن. معهد بروكنز الأمريكي يقول إن ميليشيات الحشد باتت تشكل تحديا كبيرا للمجتمع والدولة. يعني السؤال، كيف يمكن لحكومة أن تقبل بهذا التمدد في ظل عدم وجود حاجة لبقاء هذه الميليشيات مع انتهاء العمليات العسكرية عام 2017؟ نعم، مساء الخير لك والمشاهدين قناة الرافدين. أسأل الله مساءك. نعم، حقيقة الحكومة هي ضعيفة إلى درجة لم تستطع إكمال الكابينة الوزارية لحد هذه اللحظة. هناك وزارتين لا زالت شاغرة، وبالتالي نحن أن نتكلم عن حكومة هي أصلا فاقدة للأهلية وحكومة ناقصة لا تملك من أمرها شيء، وإنما جاءت من خلال توافقات ما بين الكتل السياسية وموافقة إيرانية كاملة على وجود مثل هذه الحكومة. لذلك هذه الحكومة أنا أعتقد أنها ضعيفة إلى درجة كبيرة لا تستطيع لجم ميليشيات الحشد الشعبي. أضف إلى هذا بأنه الآن الكثير من الكتل السياسية هي التي شكلت الحكومة، هي من تنتمي إليها كالكثير من تفاضل الحشد الشعبي. لذلك نحن أمام حقيقة مشكلة كبيرة جدا، لأنه ليس هناك فصل ما بين العمل السياسي والعمل الميليشياوي، وإنما تم مزج العمل العسكري والعمل السياسي لغرض السيطرة على الملف العراق بشكل كامل سياسيا وعسكريا واقتصاديا. هناك يعني دعوات حقوقية وسياسية دولية أيضا لحل هذه الميليشيات. ما إمكانية حل هذه الميليشيات في خلال هذه المرحلة؟ نعم، أنا أعتقد الآن من الصعب يعني أن نتكلم عن مسألة حل الميليشيات في العراق، لأن أصبح أولا لديها غطاء قانوني، ثانيا هم من يسيطرون على الدولة والحكومة في العراق، وهناك دعم إيراني كبير جدا لهم، وهم من يقومون بفرض حقيقة نستطيع أن نقول سياسة الأمر الواقع على الملف العراقي. لذلك مسألة حل هذه الميليشيات هو متأخر جدا، لأنه بداية نقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية شكلت هذه الميليشيات على مرأى ومسمع منها، وكانت تقدم الدعم الجوي للميليشيات في كثير من المعارك التي حصلت في مناطق في 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 العراق في بعد عام 2014. لذلك أنا أعتقد بأنه المجتمع الدولي شارك مشاركة فعلية في تشكيل هذه الميليشيات، والآن عندما بدأ خطرها واضح للجميع، بدأوا الآن يتكلمون على مسألة خطر هذه الميليشيات ولجم هذه الميليشيات. وإلا لو جئنا لنسأل سؤال واحد، لماذا لم تكن هناك ميليشيات للحشد الشعبي السني مثل ما موجود الآن للحشد الشيعي أو للحشد الكردي؟ يعني نحن بعد أن أصبح لديه نعم بعد أن كان أو أصبح لهذه الميليشيات غطاء قانوني وباتت مدعومة أيضا من إيران، وهي تفرض سياسة الأمر الواقع على الملف العراقي، وأيضا تحدثتم عن أن أمريكا هي كانت مشاركة في تشكيل هذه الميليشيات، ما مصلحتها؟ مصلحة من يعني؟ ما مصلحة الولايات المتحدة من تشكيل ميليشيات هي تعتبرها ميليشيات إرهابية، و يعني هناك على لائحة الإرهاب لديها مثلا ميليشيات الحرس الثوري الإيراني أيضا تعتبره يعني على من ضمن المنظمات الإرهابية. ما الذي يجعل أمريكا تقول أن الميليشيات تمثل خطرا على العراق في حين هي أسهمت في تشكيلها وهي مدعومة إيرانيا؟ نعم، السؤال هو هل أمريكا تريد أن تشكل جيش نظامي عراقي حقيقي قوي ومتماسك وقادر على ضبط الأمن والقانون؟ الجواب، أمريكا عندما كانت تحتل العراق بعد عام 2003 لم تشأ أن تشكل جيش عقائدي حقيقي، هذا الجيش مسلح ومدرب ومنظم، وإنما جاءت بنواة لهذا الجيش من الميليشيات التي ساهمت في غزو العراق مع الجيش الأمريكي. أضف إلى هذا بأنه أمريكا تريد العراق ضعيف دائما لكي يبقى بحاجة للقوات الأمريكية، وإيران كذلك تريد العراق ضعيف جدا حتى تسيطر على العراق من خلال هذه الميليشيات التي سلحتها ودربتها. وكان هناك في الفترة السابقة تخادم أمريكي إيراني كبير جدا في الملف العراقي وفي الملف الأفغاني وفي كثير من الملفات، حتى في الملف السوري والملف اليمني. التمدد الإيراني في المنطقة الذي حصل بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الآن عندما بدأ يهدد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران أصبح الحشد الشعبي الآن هو حشد غير قانوني ويجب أن يحل ويجب أن يضرب وما إلى ذلك. أضف إلى هذا بأنه القنصل الأمريكي قام بزيارة القنصل الأمريكي في البصرة،
قام بزيارة جرحى الحشد الشعبي في المستشفيات في البصرة. إذا نحن نتكلم حقيقة عن تأييد كان كبير جدا من الولايات المتحدة الأمريكية للحشد الشعبي، ولكن الآن انقلب عليهم الحشد الشعبي. فلذلك الآن نجد أن مثل هذه الدعوات تصدر سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو من الإيرانيين. احنا أمام مشهد معقد كبير جدا في العراق، ليس هناك جيش قوي، هناك إمكانية كبيرة لهذه الميليشيات، أصبح تسليحها يفوق تسليح الجيش، سيطروا على الملف السياسي، سيطروا على الملف العسكري، وبدأوا يفرضون سياسة الأمر الواقع للعراق بإمرة الولي الفقيه في إيران أمام ما مرأى ومسمع الولايات المتحدة الأمريكية التي فقدت القدرة الآن على لجمها مثل هذه الميليشيات أو حتى إيقاف التهديدات التي تجري على القواعد الأمريكية. نشكرك شكرا جزيلا سيادة العقيد الركن حاتم الفلاحي الباحث بوحدات الدراسات السياسية والاستراتيجية رأس عمان.